زي حد حكى لي قصتي برا للغير متوازية. Thank you.
كنا شفنا الميمو مانجمنت باستخدام البارتيشننج، في منه كان الفيكست وفي الدايناميك، والاثنين كان لهم عيوبهم. يعني بالفيكست بارتيشننج كان في انترنال فراجمنتيشن، والدايناميك كان في اكسترنال فراجمنتيشن، وكان بده دايناميك كمان كومباكشن، ولهم عيوبهم، مش فليكسبل بالشكل المطلوب. فبدنا نتغلب على الاشي هذا. ولو قلنا المين ميموري حنقسمها الى بارتيشنز برضو الى اجزاء، لكن الاجزاء هذول اول اشي فيكست سايز وايكوال كمان. يعني حنقسم المين ميموري الرام الى شانكس، الى قطع. تمام، القطع هذول السايز تبعهم is fixed وكمان equal. اوكي، وكل قطعة بيسموها فريم، كل قطعة بيسموها ايش؟ بيسموها فريم. نفس الاشي لما يجي لي برنامج او بروسيس، الكود والداتا والستاك وايفريثينج يطبع على البروسيس، هنقسمه الى قطع متساوية وفيكست، والسايز تبعها نفس السايز تبع الفريمز. بس لما بتكلم على بروسيس بسمي القطع هذه ايش؟ بيجز. لكن لما بتكلم على اللي هو من نوع بسميه ايش؟ فريم. والسايز تبع البيج بيكون بيساوي السايز تبع ايش؟ تبع اللي هو الفريم. وبالتالي لما لو اس بده يحمل اللي هو البروسيس، بيجيب البيجز هدول من الديسك وبيحطها ايش؟ في فريمز من المين ميموري. اوكي، بالطريقة هذه ما بيكونش في external fragmentation، لكن ممكن يكون في internal fragmentation. يعني لآية البروسيس السايز تبعها 7.5 pages. اللي بيحجز اللي بيصير عدد صحيح من الفريمز. ساعتها مش هديها 7.5 فريم، هديها كم فريم؟ 8 فريمز. معناتها السبعة الأولين حيكونوا مليانين على الآخر، والأخير حيكون في ايش؟ في جزء فاضي. الفاضي internal fragmentation، الفاضي internal اللي هو fragmentation. اوكي، وبالتالي الانترنال fragmentation في الحالة هذه مش حيكون جزء من الفريم الأخير. تمام؟ الفريم الأخير مش حيزيد عن 1 فريم، مش حيزيد عن ايش؟ يعني لو هو مثلا الفريم الأخير خد من 1 بايت، الباقي internal fragmentation. فلو خد من ال 1 فريم 1 بايت، فتقريبا الفريم كله حيكون كله ايش؟ حيكون كله internal fragmentation. اوكي، بالworst case حيكون تقريبا 1 ايش؟ 1 اللي هو فريم. اوكي، ال external fragmentation. طلع شوف كيف بيشتغل الاشي. لو قلنا حياة المين ميموري اللي هي الرام، قسمناها الى فريمز. اوكي، فريم 0 1 2 3 لغاية فريم 14. عمل هنا كم فريم؟ 15 ايش؟ اللي هو فريم.
ادت البروسيس الاوليه نمبر A. لو قلنا الـ A عباره عن اربع بيجز، بيج 0 1 2 3، ولقى هدول الفيرست 4 فريمز ار فري، فحط البيجز تبعت البروسيس في الفيرست 4 فريمز اوبن من ميموري. تمام. لو بعد بشوي اجى الـ B، والـ B كان بده 3 بيجز، اوكي، فمحتاج كم فريم في الحاله هذه؟ اي 3 فريمز، بي 0 بي 1 بي ايش بي 2. وتلاحظي اول شيء انه هل الفريمز كل فريم السايز تبعه مختلف عن الثاني؟ زي ار وذا سيم سايز كله، تمام. والسايز ما يعني هلقيت لو قلنا السايز تبع الفريم الواحد 1 كي، بعد شوي بينغير بصير 2 كي او 4 كي او كذا، خلص بضلوا السايز فيكس، كلهم السايز تبعتهم ار ايش ار ذا سيم. نفس الشيء السايز تبعت لما الاس بي يقسم البروسيس الى بيجز، البيج الواحده السايز تبعها بيكون اكزاكت السايز تبع مين؟ الوان فريم، بحيث كل بيج اتفيتس ان وان ايش؟ ان وان فريم. ايات البي 3 بيج اخذت 3 اللي هو فريمز، سي السي كم بيج؟ 4 بيجز، تمام. بعد شوي اللي هو لقى عمل سواب اوت للبي، او البي خلصت مثلا هنقول، اوكي البي خلصت، اوكي، وبالتالي صار مكانها ايش؟ الثلاثة فريمز هذول ار ايش؟ ار فريم، بريزامشن من الكومباكشن. تمام، جيت لحظة لما اجى الدي، الدي كم بيج؟ 1 2 3 5 بيجز، ما فيش 5 فريمز هنا ورا بعض، ولا هنا في فاضيين 5 فريمز ورا بعض، لكن فيش ما يمنع زي ما حنفصل بعد كده انه يحط 3 بيجز هنا في 3 فريمز هذول، ويحط هنا ايش؟ التو بيجز التانيين في التو فريمز اللي هذول، ويضل ايش؟ فري. بالتالي مش شرط البيجز تبعون البروسيس ينحطوا كونتيجوس ورا بعض في المين ميموري. المهم كل بيج تنحط في فريم. مش شرط يكونوا مرتبين، يعني ممكن دي 3 دي 4، لو هنا في فوق فاضي يحطهم فوق. تمام؟ اوكي ماشي، هنشوف كيف الحساب ادسيز بيتم والريلوكيشن مع الوقت. اوكي ماشي. وليش الاو اس بيقدر يحط البروسيس في فريمز مش شرط تكون ورا بعض؟ لانه زي ما هنشوف نستخدم الكونسبت اوف لوجيكال ادريسيز، تمام؟ اوف لوجيكال ايش؟ اللي هو ادرس. بس في الحاله هذه فاكرين المره فاتت اللي هي في الدايناميك اللي هو بارتيشننج، عشان يعمل ريلوكيشن كان استخدم بيز ريجستر. بالنسبه للبارتيشن كان بيز جاست وان بيز، لانه بيجمع عليه الريليتيف بيديله ايش؟ اللي هو الفيزيكال ادرس، تمام. بس في الحاله هذه بما انه البروسيس ممكن تنحط في كذا فريم، في كذا فريم، والفريمز مش شرط يكونوا ورا بعض، معناته اللي هي 1 بيز ريجستر ما بينفعش، ما بيكفيش، بروح له ايش؟ عامل ايش؟ حاجه بيسموها لكل بروسيس، بروح عامل بيج تيبل لكل بروسيس، بروح عامل ايش؟ بيج تيبل. يعني لو في مثلا 10 بروسيس هيكون كم بيج تيبل؟ 10 بيج تيبلز، تمام. البيج تيبل ايش بتسوي؟ لكل بيج في البروسيس بتوضح انحطت في اي فريم، انحطت في اي اس، في اي اس اللي هو فريم. تاني البرنامج البروسيس نفسه الادرس بيكون مبدئيا اللي بيطلع من السبيو لوجيكال ادرس بيتكون من بيج نمبر، رقم البيج، واوفست وذين البيج، يعني ميلي بيكون من تو بارتس زي ما حنشوف، البيج نمبر اللي رقم البيج، وبعدين اي سطر اي لاين واخد بالك وذين البيج، بيسموه الاوفست وذين ايش؟ اللي هو البيج. اوكي، لكن في السمبل في الدايناميك بارتيشننج العادي كان ايش اللي هو اللوجيكال ادريس؟ عبارة عن اللي هو ريليتيف لبداية البروجرام، لبداية ايش اللي هي البارتيشن. اللوجيك ادريس حتتكون من تو بارتس،
رقم البيج واوفست وذين ايش؟ وذين اللي هي البيج. زي ما اقول لك مثلا افتحي مثلا الكتاب صفحه مثلا 1000 في السطر 20، تمام؟ فال1000 رقم ايش؟ البيج. على طول بتروحي صفحات وفتحت على 1000 الاول، بعد ما وصلت لل1000 بتعدي 1 2 3 4 لغايه السطر 20، هذا السطر اللي بدي اياه، مش هيك؟ ولا وهكذا بالنسبه للايش؟ للبيج، تمام؟ والتحويل من لوجيكال لوجيكال ادرس طبعا بيتم اون ذا فلاي باي الهاردوير، باي السي بي يو، باي ايش؟ السي بي يو، عشان ايش يكون سريع. التحويل في البيجنج من اللوجيكال زي في برضه في البارتيشننج من اللوجيكال الى فيزيكال بيتم باي ايش؟ باي الهاردوير، تمام؟ بس الموضوع انه بيكون الاستعداد في ايش؟ في بيج تيبل لكل بروسيس لها ايش؟ لها بيج تيبل، والسي بي يو بيستخدم البيج تيبل عشان يعرف الادرس كيف يحسب وكيف يجيب زي ما حنشوف. خلينا نشوف ايش شكل البيج تيبل، البيج تيبل. اوكي، تمام. يعني لو مثلا في المثال هذا لما وصلنا للمرحله صارت الدي هنا، كم بروسيس فيه في الموضوع؟ الاي والدي والسي، مضبوط ولا لا؟ تعال نشوف ايش شكل البيج تيبلز. هيتكلم عن هذا كهذا بعدين ان شاء الله، خليه بعدين نتكلم عليه. اوكي، بس اول خلينا نوضح اللي هو السمبل سكيم اوف بيجنج على فرضيه انه اي بروسيس على حنلاقي لها عدد من الفريمز بسرعه بيجي بالدقيقه. لكن بيصير عمليا مش ضروري يلاقي قد ما بالدقيقه، واللي بيصير عمليا ما بيلزمش نحمل كل بيج بتاعت البروسيس مره واحده. زي لما تشغل الورك مثلا او اي بروسيس ابلكيشن كبير بيحملوش مره واحده. حتى لو في وسع على فكره. بالك بيحمل السم بارت في الاول بيسموه الوركينج سيت. اوكي، وبعد شوي اذا في طلب بيج مش موجوده لقاها مش في المنيو ليس في الديسك، بروح للقرص بحملها من الديسك لل اوكي. لكن خلينا لما نتقدم هذا نوصل شابتر 7 ان شاء الله حنشوف كيف يتم في شابتر 8 في فيرشوال ميموري. اوكي ماشي. ففي اللحظه هذه اللي هو اللي فيه ثلاثة بروسيس A and C and D، معناته في عندي، ولو قلنا ال B هنا في المثال على فكرة ما كانش عملها exit مش terminate، كان عملها swap out، كان عملها ايه؟ يعني لا زالت موجودة وين؟ في السيستم. فلقيت في السيستم كام بروسيس؟ لا في السيستم شيل منه في الميموري ثلاثة، لكن في السيستم كله فيه كام؟ في أربعة، ثلاثة في المين ميموري، واحدة في ال في ال انا شكلي في الاخر ايش حسوي في الميد تيرم عشان ما تزعلوش. انا بحبش الميد تيرمات لانه بنزعل من بعض على الفاضي. كان حديكم علامات كان في الميد تيرمات فقط فاكرها كلكم مثلا، واللي جوز زي ما جوز بدكم هيك مثلا بينفع هيك؟ اوكي، حديكم كلكم علامات مثلا، ما انا مش عامل هالقد هيك بس مثلا This is one solution. وبقدر اعملها. اوكي؟ انه كلكم تاخذوا هنعمل مترم ونصح وكذا وكل واحد عارفه علامته الحقيقيه، لكن بالاخر نعمل بوش كله اخذ علامه كامله. ونفك فكت فكين. وريح راسه. بيجي الفاينل انه طالب يشوف ورقته. ونوع يشوف. قالوا لما تقول طالب يشوف ورقته الموضوع بيتعب. طيب ودي يجادل ويناقش مش عارف ايش هذا صح وهذا غلط وهذا كذا وهذا علامات العلامه اللي بالدويره هذه ما بيستحقوش اكثر من للمعلم عليها. خلوا بالكم انا اصلا ما بيستحقوش المكتوب، المكتوب في الورقه ما بيستاهلش اكثر من علامه الدويره، لكن اللي يمنع انه تكون واحده منكم تكون فاهمه اكثر من هيك بكثير. واخد بالك؟ انا بتكلم على المكتوب. المكتوب
بيسرش اكثر من الكلمات، لكن في ناس انا بعرف انه فعلا فاهمين اكثر من مكتوب. لكن هي بنعمل بوش، هي فيلم عمل بوش للكل، كل واحد رفعنا 10 علامات، وفي الاخر بعمل بوش كمان في الفاينل. نعمل ايش؟ اللي هو بوش. اوكي ماشي. ففي في سيستم كابوسس في اربع ايش اللي هو بروسيسز، مشاكل A والB والC ايش اللي هي والD. تعال نشوف البيج تيبل تبعت اللي بعده حيكون كم بيج تيبل؟ اربع بيج تيبلز، اربع بيج، واحده للA واحده للB وللC ولل. اوكي؟ الA كم بيج كان؟ اربعة مظبوط فعلا، هي الA اربعة. اوكي؟ فبيكون عندي بيج تيبل مكون من اربع انتريز، واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام؟ لكل بيج في 1 انتري. تمام؟ الانتري هذه انتري نمبر 0، هذه انتري نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. في انتري نمبر 0 مكتوب هنا كم جوا؟ معناته ايش؟ معناته بيج نمبر 0 موجودة في أي فريم؟ المكتوب هنا فريم نمبر، فريم 0، فعلا هي في فريم 0. تمام؟ انت بيج نمبر 1 موجودة في موجودة في 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 أي فريم؟ فعلا هي في 1، وهكذا بالنسبة للباقيين. هذه البيج تيبل تبعت البي. الى برضه بيج تيبل ولو انه مش في الميموري، حاليا موجوده وين؟ في الديسك. حاطط لك هنا شرطه شرطه شرطه. اوكي؟ هذا ايش معناته؟ معناته ولا بيج من البي في الميموري، كلها ايش؟ في الديسك. لكن السي بيج زير موجوده قال لك في ايش؟ في 7، شوف وين فعلا هي في فريم 7. وبيج 1 في 8، وبيج 2 في 9، وبيج اللي هو 3 في ايش؟ في 10. تمام؟ البروسيس دي عندك 5 بيجز، عندك فعلا هي 0 1 2 3 في 4 5 6، هي 4 و5 و6. اوكي؟ وبعدين البيجز اللي هم 3 و4 في 11 و12، ولاجين هذول ارقام ايش؟ فريمز. دول او ارقام ايش؟ بيجز. البيجز لما تتقسم للفريمز، لما تتقسم للبيجز دائما بيبدا من بيج رقم كام؟ زيرو. يقول لك الادرس. تمام؟ دائما من ايش؟ من بيج زيرو، واحد اي بروسيس. لكن لما تنحط اللي هي في الفريمز مش شرط يحطها يبدا من زيرو، يحطها في الافيلبل. تمام؟ اوكي ماشي. وبكون عندي المتبقي هذه بيسموها الفريم فري فريم ليست. باقي عندي فريمز 3 عن 13 او 14 ايش؟ ار فري. ايش لو احتاج بياخذ من ايش؟ من الفري ليست. وبالتالي البيجنج هذا اللي احنا وصفناه بيشبه الفيكسد بارتيشننج، بس في شويه فروقات. يعني عمليه قسمت انا الميموري الى فريمز، والفريم عباره عن بارتيشن. بس ايش فرق بالبيجنج؟ انه البارتيشنز ار سمول، بتكون البيج بالعاده بتكون في الغالب بتكون 4 كي، ممكن تكون 1 كي 2 كي 4 كي 8 كي 16، بتكون 2 اش سمول 2 ايش اش كلش احجام بالميجا او كذا، مرات بيعملوها بالميجا وكذا، بس في الغالب بتكون حاجات بالكي. بالجاز اللي هي بالكي بتكون سمول. تمام؟ وبعدين في البارتيشننج البرنامج لما كنا بنحطه كان بياخذ كم بارتيشن؟ جاست 1، سواء بالعادي بالفيكست او بالدايناميك. لكن اللي هي في البيجنج بياخذ كذا كذا فريم، يعني كذا بارتيشن، هذا كمان فرق. زائد انه في البيجنج الفريمز اللي بتنعطى للبروسيس مش شرط يكونوا ورا بعض، مش شرط يكونوا كونتيجوس، مش شرط يكونوا ايش؟ كونتيجوس ورا بعض، صح ولا لا؟ زي الدي شفتوها؟ هاي الدي مثلا، الدي كان في الاول حط ثلاثه اخذهم وبعد اثنين بعد بشوي، مش هيك ولا؟ هذه الفروقات. وبالتالي البيجنج از مور فليكسبل، مش هيك ولا؟ وبعدين حكايه انه حط ثلاثه من الدي
في الثلاثه الافيلابل والثاني يضلوا في مكان ثاني مش وراهم، وفر عليه حكايه الكومباكشن، مش محتاج نعمل ايش؟ اللي هو كومباكشن. بالتالي وفر وقت ايش؟ وقت اللي هو ال كتير. مظبوط؟ لكن السكيم هذا عشان يشتغل بشكل مريح وسهل، البيج سايز والفريم سايز لازم يكونوا 27 وسش زي ما حنشوف، بيكون 2 وسش 2 وسش. ما ينفعش رقم مش ده، ما ينفعش مثلا اللي هي تدي البيج 500 سايز تبعها، لان 500 مش 2 وسش، لكن 512 بينفع، 1024 بينفع، 2048 بينفع، 4096 بينفع. مظبوط؟ لان هدول الارقام اللي ذكرتهم كل رقم 2 اس اس سمثينج. مظبوط ولا لا؟ حنشوف ايش سبب الكلام هذا لما نتقدم. اوكي، وبناكد على انه بيكون البيج سايز بيساوي الفريم ايش؟ سايز. لو اخذت البيج سايز 4 كي الفريم برضه بيكون ايش؟ 4 كي. لانه اذا اخذنا المادي اللي كنا سايب على السريع، اذا خلينا البيج سايز 2 اس شيء، في الحاله هذه بدي لك الادفانتج انه بيكون الريليتيف ادرس تمام. لو جيت لاي عنوان في البروسيس بالنسبه لبدايتها، اوكي، هو نفس اللوجيكال، على اعتبار اللوجيكال هنعبر عنه بالبيج نمبر والاوفست وذين البيج، نفس الرقم، نفس الرقم هو الادرس، هو نفسه لوجيكال، هو نفسه ريليتيف، يعني هو بيوصف لك العنوان بالنسبه لبدايه البروسيس، وهو نفسه بدي لك ايش؟ رقم الصفحه والاوفست وذين الصفحه. يعني هو ريليتيف، هو نفسه ايش؟ اللي هو لوجيكال. خلينا نشوف المثال التالي. هنشوف الجيت اللي هو اكزامبل. الادرس 16 بت، اللوجيكال ادرس كم بت؟ 16 بت. ولو قلنا البيج سايز از 1 كي، از ايش؟ از 1 كي، از 1 كي البيج سايز. لاحظت 2 اس شايف ولا 2 اس؟ 2 اس 10. لقيت الريليتيف، لو انا بدي العنوان وذي البوس عنوان 1502 وذي البوسس بالنسبه لبدايتها، قلنا دائما الاي بروسس بدايتها بتكون من كام؟ بتبدا من ايش؟ من زيرو. اي بروسس لوجيكال ريليتيف بتبدا من زيرو. الادرس 1502 لو حولناها لباينري بدي لك الرقم هذا ان باينري. اوكي؟ هلقيت لو انا اعتبرت البيج سايز 1 كي تمام؟ ساعتها لو انا بدي اوصل ل 1 وورد وذن البيج بدي كم بيت؟ ليش 10 بت؟ ليش 10 بت؟ لانه لقيت البيج مكونه من 1 كي ووردز تمام؟ 1 كي ووردز، فعشان ادي لكل وورد عنوان بدي لوك 1 كي للاساس 2 بدي لك 10. بدي لك ايش؟ 10. بدك 10 بت. الورد الاولين رقمها كم؟ اللي هي بتكون اللي هي 10 اصفار، الورد الثانيه 00 بعدين 1، الورد الاخيره 10 ايش؟ وحي. اللي هي بدي لك العناوين من صفر لغايه 1023 مش هيك ولا لا؟ تمام؟ معناته عشان اوصل لاي وورد وذين البيج بدي اوفست كم بت؟ 10 بت. طب العنوان كله كم بت؟ 16 بت. بضل المتبقي بقيه البيج لرقم البيج. رقم ايش؟ البيج 16 ماينس كم؟ ماينس بدي الرقم ايش؟ البيج. وفي الحاله هذه البروسيس البروجرام يعني ممكن يتكون من كم بيج؟ 2 اس كم؟ ب 2 اس 6 بيجز. وكل بيج كم قد السايز تبعها؟ 1 كي، يعني 64، يعني معناته 64 كيلو بايتس اللي هي البروسيس الواحده. اوكي.
وبالتالي اطلع على الفيجر التالي. لو قلنا انا الادرس كام، قلنا 16 بت، لو كان قيمته مثلا 1500 ريلاتيف ادرس، ريلاتيف ادرس 1500 واللي هي 2 كويس تمام. لاحظي بالبارتيشننج خلاص انا بستخدم كله از ريلاتيف، مش هيك ولا على بعض كله از ايش ريلاتيف تمام. لكن اللي هي بالبيجنج بنروح بتقسم الى تو بارس، الى تو فيلز، الاولاني الاوفست والثاني ايش البيج نمبر. وده الاوفست كم بيطلع عندي 10، ليش؟ لانه البيج كم كي 1 كي لوج 1 كي للاساس 2 بيطلع كم 10، بدك 10 بيتس مظبوط، وبقيت البيتس 6 لمين للبيج ايش نمبر. قلت الرقم هذا هنا كتبنا نفسه هنا لاحظي، فلو اخذت الست هدول بيطلع هذا البيج رقم كم وهذا كم 478 400 كم، معناته اللي هي الريلف ادرس 1502 هو نفس اللوجيكال ادرس بيج نمبر 1 بايت رقم كم 400 وذين بيج نمبر 1. بتلاحظ في الاخر على بعضه ذي ار ذا سيم، هذا معناته ذي ار ذا سيم تمام. كباينري فاليو 16 بت هذه نفس الكون، نفس اللي هي الفاليو هذه. قلت كيف بيروح له؟ اوكي لو قلنا هيات البروسيس مقسم، هاي بيج 0 بيج 1 بيج 2 اند سو اون اوكي. في الاول بروح لبيج 1، هاي بيج 1، وبعدين لأوفست 478 من بداية مين؟ البيج 1 من هنا، على اعتبار بيج 1 برضه من أوفست كان بدأ من كام؟ من 0 برضه، أوكي؟ 0 1 2 3 4 لغاية 478 بايت رقم 478 هو العنوان اللي أنا بدي إياه تمام؟ مكون من بيج نمبر وأوفست إيش؟ اللي هو نمبر وأوفست. كيف بيعرف ايش؟ يعني كيف بيعرف انه هذا البيج من بدايه؟ هنشوف، استعجلوش بالك، هنا حيقول لي كيف نعرف، مش الحال؟ اوكي ماشي، يعني قولوا لو استعجل، مش عارف المثل هذاك بسيط، كيف؟ ايوه، هيك محافظين، اوكي ماشي، استنى شوي، هلقيت حنشوف ان شاء الله، اوكي. واضح؟ اوكي ماشي. وميزه زي ما شفنا انه ايش اللي خلى الريلاتيف ادرس هو نفس اللوجيكال نفس القيمه؟ انه في الاساس اختار البيج سايز بكام؟ 2 اس اشي تمام؟ تمام؟ تاني اشي الادفانتج التانية انه اخلي البيج سايز والفريم سايز ذا سيم واتنين اس حاجة، بيسهل عملية الترانسليشن من لوجيكال ادرس الى فيزيكال ادرس ات ران تايم، ات ران تايم زي ما حنشوف ات ايش ات ران تايم. لانه لو انا قلت انا في عندي لوجيكال ادرس اصلا كله مكون من ان بلس بت، ان بلس ام بتس تمام، والان اللي على الشمال هم البيج نمبر، والام اللي على اليمين هم الاوفست اوكي، وبالتالي في المثال تبعنا الان بكام؟ كان ب 6 والام بكام؟ ب 10. عشان تعمل ترانسليشن، خليك نجاوب على سؤالك، هنبدا عشان تعمل تحول من لوجيكال الى فيزيك، شوف ايش بيسوي. بروح ماخذ الان بتس ناحيه الشمال من لوجيكال ادرس وبستخدمه كاندكس، افترض قيمتهم 6، وروح للبنج تيبل تبعت البروسيس على انتري رقم كام؟ 6 يعني ان عموما للانتري هذه، بلاقي فيها وبعدين بروح قليل بلاقي فيها اوكي مين الفريم ايش؟ نمبر. افترض لقى الفريم نمبر كام؟ اللي هو بكي، معناته الفريم هذا معناته البيج هذا موجود في اي فريم رقم كام؟ كي. طيب فريم كي هذا نفسه بدايته قديش بدايته في المين ميموري حيكون؟ لا هذا رقم الفريم، رقم الفريم، يعني لو اجى مثلا بيج رقم مثلا 1 لقاه في فريم 10
الفريم كم؟ في الميموري، الفريم 10، فريم رقم 10. لانه ايش هي، ايش هو عنوان فريم 10 في الميموري بدايته؟ يعني فريم 10 في قبله كم فريم؟ لا 10، لانه بادين من زيرو. تمام، في قبله ايش؟ 9، من زيرو الى 9 في 10، مضبوط ولا لا؟ اوكي، معناته طيب اللي قبله قد ايش السايز تبع كل واحد؟ اللي هو عموما 2 اس ايش؟ 2 اس ام. صحيح، هذه 2 اس ايش؟ خلوا الام لفوق، 2 اس كام؟ 2 اس ام. معناته اللي قبله كلهم قد ايش مجموع اللي هو اللي هي السايز تبعتهم؟ بالذات الميموري كي عدد الفريمز اللي قبله، في كل واحد ايش سايزه؟ 2 اس ام. الرقم اللي بيطلع هذا هو بداية فريم 10 او فريم كي جنرال. تمام، هو بدايته. لقيت انا بديش بدايه الفريم، بدي لقيت الوورد اللي بتعمل على بدايه المقدار ايش؟ بالمقدار المكتوب في الامبتس هنا، مش هيك ولا؟ لقيت البدايه هذه بروح جمعها على مين؟ على الام، مش الام الامبتس يعني قصدي، على الام ايش؟ على الامبتس. تمام، فحيوديني للوورد اللي بدي اياه في الفيزيكال ميموري. واضح؟ حيوديني يا زي ما شو لقيت في الفيجر، اللي بيطلع على الفيزيكال ادرس هو اللي بيطلع على الادرس بس وروح للمين ميموري. اوكي؟ بروح لمين؟ للمين ميموري. شوف الفيجر لقيت كيف اللي بيصير. اوكي؟ يعني مثلا احنا في المثال تبعنا اللي فات قديش كان اللوجيك ادرس، هذا هو. لو شلنا اول 10 واخذنا اخر 6 بيصير البيج نمبر قديش كام؟ 1. والاوفست تقول لنا بكام بيطلع بالديسمال؟ 478. وقت حيروح انا لقيت لبيج كام؟ لانتري 1 في البيج تيبل. تمام؟ لو افترضنا انه انتري بيج نمبر 1 اوف البروسيس موجوده في فريم 6 مثلا، الستة في الباينري بيطلع بكام؟ بيطلع كده. تمام؟ فلقيت ايش بتسوي؟ لقيت المفروض نضرب الستة هذه في 2 اس ام، يعني 2 اس 10 في المثال. لو ضربت الستة 2 اس 10 بدي لك ستة وقدامها كم زيرو؟ بلاش تفكير. بدأت بس مثال. لو ضربت لقيت رقم في الدسمة، رقم في 10، لو ضربت رقم اللي هي اللي هي ال 20 في 10، ال 20 بتحطه قدامها كم ايش؟ صفر. ضربت ب 10 بتحط صفرين، مظبوط ولا لا؟ لقيت الاثنين في الباينري هي 10 الباينري. الاثنين في الباينري هي 10 ايش؟ هي 10 الباينري. فهموا هيك ببساطة. بدك لغة الاثنين في الباينري هي 10 مين؟ الباينري. بالك؟ فضربت 2 اس 1 رقم باينري 2 1 ما تضربش رقم، حط اعمل لي حطه قدامه كم 1 0. لو ضربتيه بال 2 اس 2 ما ضربتيه بكم 10؟ بس 10 ايش؟ باينري، هتحط صفرين وهكذا. واضح؟ اوكي بس. تمام؟ فلو ضربت اللي هو هلقيت انا هلقيت بدي عرفنا البيج في اي فريم؟ 6. تمام، او عموما كي لقيت بروح لبدايته انا حضره في ايش؟ في السايز تبع الفريم 2 اس ام وليكن 10 ام، معناته الرقم هذا حيحط قدامه كم زيرو؟ 10 صفار. تمام، فاي فريم تحصل تضربيه بالرقم 2 اس كي بدي اللي قدامه ايش؟ اللي هي الصفار الام هذول. تمام، هلقيت هجمع عليه الاوفست. تمام، الاوفست كم بت؟ 10 بت. تمام، لاحظ لما يجوا العشر صفار وتحتيهم الاوفست لما نجمعه واخد بالك حيدي لك نفس الاوفست بس هو بس جنبه حيكون مين؟ الفريم نمبر. تمام، لذلك اللي بيصير عمليا اوكي انه بعد ما نجيب الاوفست بعد ما نجيب الفريم نمبر اوكي الفريم نمبر بتروح حاطين على يمينه الاوفست. الحط ليش هذا العمل اللي حاطينه على يمين الاوفست هو كانه ضربنا اللي هي الفريم نمبر ب 2 اس ام وراح طلع صار ام صفار رجعنا اوفست طلع الكلام هذا بس عم بقول هنا في الكتب على طول بنحط جنب الاوفست.
فبالتالي عمليه دوت نيد ان اوردر ما بتديكش اوردر ما بتديكش ما بتسبكش ايش؟ اوردر. تمام؟ ايش اللي مكننا اللي خلى ما بيلزمش في اوردر؟ الاصل انه فيه انه في الاصل البيج سايز اخذت نسوش. لو الحركه هذه لو عملت البيج سايز اي شيء مش نفس الشيء بدك اوردر ما ينفعش. ما بتحققش البروبرتي هذه الا اذا اخترتي الفريم نمبر والبيج سايز تنزل انك على طول الفريم نمبر حطي لازقين جنب الاوبشن بدي لك البيج سايز خلصت كانك جمعت من غير اوردر. لكن لو اي سايز ثاني اثنين مش شيء لا بدها جمع ما بتزبطش ايوه لازم تنجمع جمع عادي بدها اوردر. تمام واضح. عشان هيك بيختاروا البيج سايز نفسه الفريم سايز والاهم من هيك انه 2 اس اشي عشان يعرف تعمل الحركة. وهذا بيتم ايش اون ذا فلاي باي مين باي الهاردوير باي ايش الهاردوير. اوكي باي الهاردوير هطلع حلقه هنا مثلا في الفيجر التالي طالع على الفيجر هاي الفيجر هاي اللي هو الادرس اللوجيك الاصلي كم بت 16 بت مظبوط لا هنا احنا بنتكلم على البيج كم بت اللوجيك الادرس اللوجيك 16 بت قلنا اخذنا 10 لمين للاوفست وضل 6 لمين للبيج ولو قلنا هيات اللي هي البيج تيبل تمام. لو قلنا مكون من 3 بيج بيج 0 1 و 2 بيج 0 في اي فريم 5 وبيج 1 في 6 وبيج 2 في كذا تمام الرقم المكتوب تمام. اوكي بروح الهاردوير وبالتحديد الميموري مانجمنت يونت جوا السي بي يو تمام. بتيجي بتاخذ الايش اللي هي البيج نمبر وتستخدم از اندكس في التيبل. قديش قيمه البيج نمبر؟ معناته بتروح لانتي رقم واحد ايز بتلاقي هنا مكتوب رقم مكتوب هنا كم؟ 6 بتروح ماخذ الاوبس 12 الاوبس هذا اخذه كله وحطه زي ما هو وجنبه اللي بيطلع فيزيكال. هذه الحركه هذه كانه جاب الفريم نمبر وضربه بالفريم سايز وجمع على الاوبس اللي هنا طلع هذا بس من غير ما يعمل لا يضرب لا محتاج مالتي ولا محتاج ايش؟ ولا محتاج هذا. واللي مكن من الشيء هذا انه ايش؟ انه البيج سايز فريم سايز بيساوي 2 ايش؟ 2 اس ايش؟ واضح؟ هذا هي اوكي ماشي. تالي ملخص لك الموضوع هنا قال لك وتالي في البيجنج بنقسم المين ميموري الى سمول ايكوال سايز فريمز والبروسيس تتقسم ايش الى بيجز والبروسيس السايز تبع الفريم بيساوي السايز تبع مين؟ تبع البيج تمام. ومبدئيا خلينا نفترض انه البروسيس لما يجي يشغلها بنجيب كل البيج تبعتها ونحطه في المين ميموري لكن عمليا حيتحرر من الشرط هذا انه بيلزمش ومرات بيكون ايش ما يكفيش ومش شرط وما لقاش انه يعني ممكن البروسيس بدها مثلا 100 بيج الموجود مثلا 20 بتشغلها على 20 مش مشكله وفي اي وقت ثاني احتاجت شيء مش موجود من 20 بنحمل شيء جديد لانه مع المرور الزمن في بيج حتفضى ويصير في حركه مظبوط ولا او حتى بنشكل البروسيس من 20 اللي حملناه اول مره في بعد شوي شيء مش حيلزم يمكن ممكن نطلع ونحط مكانه شيء جديد. اوكي هذا حنفصل فيه في شابتر اللي هو 8 ان شاء الله. اوكي في طريقة للمانجمنت بيسموها سيجمنتيشن بنقسم البروجرام البروسيس يعني الى سيجمنتس تمام بنقسم ايش الى سيجمنتس بروجرام مع الداتا مع الستاك يعني كله بتقسم الى ايش الى سيجمنتس تمام. ومش شرط السيجمنتس يكون لهم نفس اللينكس نفس ايش اللينك لكن السيجمنت لها ماكسيمم سايز لها ماكسيمم سايز الى ماكسيمم ايش سايز تمام. وفي السيجمنتيشن برضه بيكون لوجيكال ادرس دائما بيكون لوجيكال ادرس تمام لوجيكال ادرس لكن مكون من تو بارتس في الحاله دي سيجمنت نمبر واوفست وذين السيجمنت بالنسبه للبيجنج تمام. بس البوينت هنا انه
بيقسم البروجرام الى سيجمنتس، والسيجمنتس مش شرط السايز تبعها يكون زي بعض، كل سيجمنت لها ماكسيمم اللي هو سايز. واللوجيكال ادرس مكون من تو بارتس، السيجمنت نمبر واوست وذين مين وذين اللي هي وبالتالي صار بيشبه الدايناميك بارتيشننج. بس في الحاله هذه في دايناميك بارتيشننج كان برضه البروجرام بدي كم بارتيشن؟ جاست وان بارتيشن. لكن هنا مو حيعطي كم بارتيشن، كم سيجمنت، كذا سيجمنت حسب ما يلزم، مثلا سيجمنت للكود، سيجمنت للداتا، سيجمنت للستاك اند سو اون. وممكن الكود ينعطى اكثر من سيجمنت والستاك اكثر من سيجمنت والداتا اكثر من سيجمنت، شرط لكل صنف ينعطى جاست وان ايج وان سيجمنت. اوكي، برضه لازلنا مشترطين انه لما البرنامج بيشتغل بيعمل لودنج بيتحمل كل سيجمنت تبعه، وليتر اون حيتحرر من الشرط هذا برضه. تمام، اوكي ماشي. بعدين في السيجمنتيشن قلنا بيختلف عن البارتيشننج دايناميك انه بياخذ كذا بارتيشن كذا سيجمنت، مش شرط السيجمنت يكون في المين ورا في المين ورا ايش ورا بعض، شرط يكونوا ورا بعض. اوكي، السيجمنتيشن بيلغي لك، ما فيش فيه انترنال فراجمنتيشن، لكن بيضل في اكسترنال ايش؟ فراجمنتيشن. اوكي، بالنسبه للبيجنج بالتحديد اللي بيقسم البروسيس الى بيجز مش للبروجرامر، الاوبريتنج سيستم. وبالتالي حكايه التقسيم هذا الى فريمز والى بيجز از انسين بالنسبه للديفلوبر للبروجرامر، هو مش شايف اللي بيعمل التقسيمات تقولها مين؟ اللي هو الويز. لكن بالنسبه للسيجمنتيشن بيكون البروجرامر شايف هو اللي بيعمل سيجمنت اصلا، زي ما تكتبه بالانتل مظبوط، بس في عندكم كود سيجمنت واستر سيجمنت وداتا سيجمنت وكذا والشغلات هذه. اوكي، البروجرامر بيكون في الكود تبعه في الاسمبلي، يعني بيكون اللي هو بيقسم للسيجمنت، بيقسم لمين؟ يعني هيز اوير بالسيجمنت. لو اقول بروجرامر مش قصدي بالهاي ليفل باللي هي بالسي او بالجافا وكذا، بالاسمبلي قصدنا ايش؟ بالاسمبلي. اوكي، وفي المقام هذا اذا انت تتكلم عن هاي ليفل لانجوج اللي بيكون مقام الكومبايلر اللي هو مقام البروجرامر اللي هو مين؟ قصدنا الكومبايلر، يكون شايف اللي ايش؟ السيجمنتس، هو بيعمل سيجمنتس. اوكي، اما انت از هيومن تكتب الاسم بشكل مباشر او الكومبايلر راح يحول من هاي ليفل لانجوج الى ايش؟ الى اسمبلي، وبالتالي بيعمل ايش؟ سيجمنتيشن، وشايف السيجمنتيشن. اوكي، وبالتالي بيكون السيجمنتس يعني وإلها كنترول، هو بيتحكم في الديفلوبر او الكومبايلر بيتحكم في السيجمنتس، هو اللي بيكونها. اوكي ماشي الحال. اوكي ماشي، وبالتالي البروجرامر لازم يكون على يعني درايه بقديش الماكسيموم سايز تبع السيجمنت عشان ما اعملش سيجمنت اكثر من ايش؟ من السايز الافيلبل، من الماكسيموم سايز المسموح. اوكي لكن كيف بيحول من لوجيكال ادرس الى فيزيكال ادرس؟ برضه بيكون في عنده سيجمنت تيبل لكل بروسيس، وفي عنده ليست اوف فري بلوكس اوف مين ميموري. تمام، والسيجمنت تيبل بتكون مكون من انتريز، كل انتري ايش بيكون فيها؟ الستارتنج ادرس تبع السيجمنت في المين ميموري، مش الفريم نمبر، اللي هي كانه البيس تبع، يعني كل سيجمنت لها بيس. يعني لو بروسيس في ايش؟ لو بروسيس فيها ثلاثة سيجمنت بيكون في سيجمنت تيبل كم انتري بيكون فيها؟ ثلاثة انتريز. الانتري الاولانية فيها بداية السيجمنت الاولانية تاعت البروسيس، الانتري الثانية بداية السيجمنت تاعت البروسيس عند اللي هو سو اون. كيف؟ مش نفس السايز كله، مش لانه نفس السايز، مش لانه مش نفس السايز، لانه كل سيجمنت محطوطه في مكان، مش شرط لانه كذا سيجمنت، هذه محطوطه هنا وهذه هنا وهذه هنا، وكل واحده لها بدايه. ايوه مظبوطه، لا حكايه اللينكس شيء ثاني، هذا اللينكس عشان حلقيت في البروتكشن، لكن لانه كذا سيجمنت البرنامج كان كذا سيجمنت محدفين واحده هنا واحده هنا واحده هنا، ساعتها كل سيجمنت لها بدايه. تمام، البدايات هذه وين تنحط؟
في السيجمنت تيبل. لو بروسيس مكرم 10 سيجمنتس بيكون سيجمنت تيبل فيه 10 انتريز. الانتري الاولاني سيجمنت نمبر 0 سيجمنت نمبر 1 2 3 انصور. ايش في سيجمنت في الانتري رقم نمبر 0؟ بدايه سيجمنت 0. في انتري رقم 1 بدايه سيجمنت 1 زي ما هتشوف الفيجر الجيت ان شاء الله. لكن كل سيجمنت برضه كل انتري بنحط برضه في الانتري اللينك تبع السيجمنت. تمام؟ عشان يتاكد العناوين اللي طلعها ما هيش اوتسايد السيجمنت. طب بدي اسالكم سؤال يضل وقت بس تخلص من هذا عشان ما ضلش وقت هلقيت كثير. اوكي؟ عايز ضليتني فاكر السؤال. ولما بروسيس لما الاو اس يشغل بروسيس بروح السيجمنت تيبل. تمام؟ اللي بيصير عمليا بتكون سيجمنت تيبل اصلا في المين ميموري. ايش؟ في المين ميموري. يعني خلي بالك هلقيت في البروسيس مقارنه بالسيجمنت وفي السيجمنت تيبل نفسه. في العاده بتكون سيجمنت تيبل وين؟ في المين ميموري. بتكون في المين ميموري. تمام؟ وبتكون السيجمنت تيبل بالتحديد بتكون ورا بعض. بتكون ايش؟ ورا بعض. بروح محمل بدايه السيجمنت تيبل وين؟ اللي هي في سام ريجستر في الـ في الـ في السي بي يو. تمام؟ الميو مانجمنت يونت اللي في السي بي يو بتحمل بدايه السيجمنت تيبل من المين ميموري وحطها في سام ريجستر في السي بي يو. لو جاء لي عنوان لوجيكال ادرس ام بلس بيتس. تمام؟ الان اللي ناحيه الشمال هدول عباره عن ايش؟ السيجمنت نمبر. والام هذول عباره عن اوفست وذين مين؟ وذين الايش اللي هو السيجمنت. اوكي؟ سي مثلا خلينا نشوف المثال اللي ايش اللي هو التالي. قال لك 11 سي نشوف فقر 11 سي هو فقر 11 سي. طلع هاي سيجمنتيشن. شو وين سيجمنتيشن؟ اوكي؟ هاي سيجمنتيشن. لو انا عندي اللوجيكال ادرس 16 بت. اوكي، لو قلنا الاوفست لو انا بدي اسمح مثلا لايت 16 سيجمنت لايت ايش؟ معناته بدي للسيجمنت اللي هي كم بت؟ بدي 4 بت من سيجمنت 0 لايت سيجمنت رقم 15. بضل كم بت للاوفست اللي هي 12 بت؟ معناته السيجمنت ماكسيم حتكون 16 تبع 2 اس كم؟ 2 اس 12 4 كي 2 اس ايش؟ اللي هو 12. اوكي؟ شوفي كيف ال لو قلنا this is مثلا segment number 0. اوكي، تلاحظي هنا مديها سايز كم؟ 950. هنا segment number 1 مديها مثلا 950 زي ما بده زي ما يحتاج. وبالتالي هنا البوينت انه مش شرط السيجمنت الها تكون ذا سيم ايش؟ لينك. ممكن يختلف. طيب لاحظي الادرس اللي هو هذا 752. هذه عبارة عن اللي هي سيجمنت نمبر 1. سيجمنت نمبر كام؟ نمبر 1. واوفست 952 من 1 من هنا 900 وكام؟ و52 من 1. تمام؟ لكن لقيت في المين ميموري مش شرط يكونوا هذول السيجمنتس ورا بعض. وبالتالي بدك ايش؟ ترانسليشن. شوف كيف بيتم الترانسليشن هنا الفيجر هذا. لو قلنا الادرس اللي هو هذا 1052 ريليتيف بدنا نحوله ايش؟ الى فيزيكال. بيجي لو قلنا البروسيس لها فقط 2 سيجمنتس زي المثال اللي فات سيجمنت 0 على سيجمنت ايش؟ 1. لو قلنا هذا المكسب لينك تبع سيجمنت نمبر 0 هذا المكسب على سيجمنت نمبر كم؟ نمبر 1. اوكي، لقيت هنا لما خدنا العربيس هدول طلع سيجمنت رقم كام؟ بيجي لانتري واحد. تمام؟ بلاقي هنا ايش؟ البيز تبعها. يعني ايش بيز تبعها؟ يعني سيجمنت نمبر واحد موجوده في المنوري بدايه من الادرس هذا. تمام؟ روح الادرس هذا بيطلع ومجمعينه على مين؟ على ادم. مجمع جمع عادي، وبالتالي بدنا ايش؟ بدنا ادم. اللي بدنا ايش؟ ادر. ليش بدنا ادر؟ ما ينفعش نعمل كونكاتينيت نحطه جنب هذا. مش لانه السيجمنت سايز مش شرط يكون 2 اس. السيجمنت سايز مش شرط اول كل سيجمنت لينك تبعها شكل
ومش شرط يكون الاثنين سيشن تمام، فلازم يجمع جمع حقيقي، بس بيكون هاردوير ادر طبعا. فبيجي للبيز وجمع على مين الاوفست بديله رقم هذا، فعلا عندنا الرقم هذا تلاحظ بداياته مختلف عن المظبوط ولا لا. اوكي عندنا رقم، هل لقيت هذا المسك الادرس، هذا بروح للادرس بس للمين ميموري. اوكي ايش فائدة اللينكس هنا؟ اللينكس هنا الهاردوير بيقارن الاوفست باللينكس، اذا اقل من اللينكس معناته اوكي، لكن اذا اكبر او يساوي معناته او سايد رينج معناته ما بيعمل اكسس لا شيء برا السيجمنت، بدي ساعتها انترابت، بدي تراب، بدي اكسبشن، والبروسيس ايش از فيلد يوجوالي تمام. وبالتالي كيف بيحول بيعمل ترانسليشن يعني من لوجيكال الى فيزيكال تمام، بروح مطلع الفيزيكال نمبر اللي هي ليفت موست ان بيتس مش هيك ولا من لوجيكال ادرس، بعدين بروح للسيجمنت تيبل بستخدم الرقم هذا از اندك في السيجمنت تيبل، بلاقي انتري هناك تمام، في الانتري بلاقي البيز تبع مين تبع اللي هو السيجمنت، في الاول بيقارن الاوفست بالسايز تبع مين تبع السيجمنت، اذا اكبر او يساوي معناته في بروبلم بدي اكسبشن، اذروايز تمام بروح جامع الايش اللي هو البيز اللي في الانتري مع مين مع الاوفست، بدين الفيزيكال بدين الفيزيكال ادرس هذا اللي ايش اللي بروح اللي هو للادرس اللي هو بس تمام. هذا البيجنج سيجمنتيشن بشكله البسيط، لكن في بعض الكثيره اللي كانت موجوده انه حالات كثير البروسيس بتكون السايز تبعها كبير والافيلبل نور ما يقدرش يشغلها مش هيك ولا، بالتالي انه اشترط انه دائما يكون في عدد من الفريمز بكافي البروسيس، هذا شرط يعني نظري مش هيك ولا اوكي، عشان كده حيتحرر منه في شابتر 8 ان شاء الله، ونخلي الاشي مور ديفلوب باذن الله ان شاء الله.